خلي العديشي بس ركز لي هنا النظافة. النظافة حاول تنظف. كم باقي وقت؟ كم باقي وقت؟ كم باقي؟ ترى أنا كسرت في مشكلة في الماء عندنا اليوم. كم باقي؟ باقيكم 30 دقيقة. ركار. تو الوقت الحل ذي عادي. إيه لكن ترى قبل شوية كان المايك في عقل عند الإعداد. وديت معاه. هاي. محمد الدور محارف انت. خلص طبخك. يلا. ورينا فنك في الطبخ. وريك. اشغلتنا. انا راعي مكاشيت ولا راعي طبخ ولا وانا يلا ورنا الحين. عطنا عطنا صوت. يلا. يسد اللزوم. ايوه. قابل الكاميرا هناك وعطنا. عطنا شيله يا مذيع مقدم. عطنا شيله. نبي شيله. لكم انا. نبي شيله. يلا. بسم الله. جاي تحمسنا. ألا تحزننا هاي لا 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 قريبي وين الطاولة الثانية الطاولة اللي بنحط فيها المحل عشان وش يسد لنا هذا عليه أجين فين الموية الموية وين بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب اللي يجي عنده ذبي يرفع راسه طيب شوف لنا الطاولة 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 هذا البيضة فين الطاولة اي واحد يقف على جنب يقف على جنب طاوة وين؟ يرفع راسه عشان طاوة الطاوة اللي قلنا تصوير طاوة يا طاوتكم هذه الطاوة محمد تتشكل محمد ما اعرف تتشكل وين الطاوة؟ وين الجلفز؟ وين الموية؟ وين وين؟ وين الشاي؟ يلا ورينا ما انت مشي وين الشاي؟ صراحة فريق علي يشتغل بصمت زلا زلا علي علي بصمت غسل خلي غسل لي هذا نكمل بعض حبيبي حط زباله هنا بسرعة محترم دقيقة طبعا خويكم تحسبيني بجاملك ابى اقيم تقييم ترى على راسي ما في اي مجاملة ابد ما في اي مجاملة اكان في برود لا لا ما في ما في ما في استئجار قاعدين يشتغلون على كم باقي؟ كم باقي؟ ما شاء الله باقي 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 معكم وقت باقي باقي أكان عطنا بسم الله كم طايل عطنا رك عطنا قصة عنك مفرح مرة عليك يعني موقف مؤثر لا مفرح خبر مفرح جاك إيه تأثيره فرح إيه تمام صحيح والله يوم شو اسمه يوم شريت سيارتي هذا الموقف اللي ما انساه طبعا انا كانت امنيتي السياره نظيف الحين اللي عندك نظيف كنت اتمنى هالسياره اتمناها مره بس كنت فاقد الامل فاقد مره فجلست جلست 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 بس بعدين اللهم لك الحمد فتحت وجهي يعني قام تجيني فلوس كذا 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 لين شريتها والله في الحلم ما خلاص حافظ على السياره الله يعطيك العافيه وشيك على زيوت لا عليك عليك محمد اجر لنا صوتك احنا ما حنا راح جرب لنا صوتك ما اقدر اتصرف بليفه لا هذا صوت هذا صوت الله تبارك الرحمن عطر حقت مسطوره عطر حقت مسطوره تعال هنا اطلع كم دقائق توقع بندر او بندر شغل طاو وشغل صح عطى حق بندر ما علي مخاطر ذي ولا عفين انتبه ولا عفين ناقي دي دقيقة دقيقة وش يقول الشطر الاول؟ لا ايه أكبر لنا عزاج يا رب صورة الوضع للشاوشات مع صوت راعيها وكبر لنا الساتر إيه
كويس تقلل هاني لا ثال الزوجة والشايب يا ناديا. طيب طيب صح صوت يا ابو بندر كبير صح صوت كبير. شوف شوف رجل خصم رغم ذلك ما راح تفوز مفوز بوريك ما راح لو تغني شوف تجي تقول باكر معك لو تغني لا. هندي ما راح تفوز يا صحيبي ليش هالصدى ثلاثة شهور ما شفناك يا الغالية اللي تجيب الخبر لا انت له ودا مرسول من خاطري كسكر الحاني وقل لصحيبك حزين طول هالمدة انت نسيت الخوي ولا يا ورالي يا ابو حمد صاحبك حال الودة الله يا مكثر همومي وغرباني ولو وجودي على شوفة بحر جدة أذن تصفيها واجس على بالي ولو وجودي على اللي نعم خدة شهانة تطرق الأول على التالي فالزين مقياسها محد وصل حدا مدلعة في ذرى من يحتمل التالي واخر كلامي سلامي يا بحر جدة والله والله ما غيرك برا حالي سوالف صح اذنك صر عليك صح صوتك يا ابو بندر صوت جميل صراحه صح اذنك يا ابو ين ما شاء الله كبير كبير والله الله هذا شغال صح بندر هذا انت بهذا نفسه اثنين كلها مغسلات كثرت ركان اهلا وسهلا اتوقع ان عندك ذائقه شعريه جميله والله ها حافظ من القي عطنا قصيده عطنا عطنا قصيده بس حزن فراق والله شوف عطنا قصيده لاقرب قلبك عطنا قصيده اقرب قلبك شوف يقول حب مضى يا صاحبي ما صفالي هالي ودرب الهوى ما عاد لي فيه مسرى الله يسامح واحد ان كان غالي انكر محبتنا ومني تبرى ليلة لقى مرة وشفته قبالي ليلة سعد والجو بارد وقمره واسباب فرقانه بخل في وصالي يمدي من الوصل ويمد يسرى يسرى ولذعذع النسناس طيفه طرالي حتى من النسناس قمت اتذرى يا نعمة النسيان من ريب يا نعمة النسيان تكفين من ريب حالي بالله ما بيلع البال ذكرى مو من بحكم الرب واللي جرالي والله اسلم 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 يا ولد طلع طلع بسم الله اذكر الله يا ربي قول لي يا ولد الفني شب يا ولد اذكر والله خير البن لا اله الا الله اذكر والله استخدم الثاني ايه يا رب بنجيكم بنجاوب تعال تعال يا رجال تعال عشان نسلع بنجاوب لكم عادي تجون انتم من هنا من برا
هم يجون من جوا اوكي ولا واحد منكم جوا واحد منكم لا عادي 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 اتوقع انكم انجزتوا يعني اكمل قصيده ولا ما يحتاج قصيده عطنا قصيده لا والله ما عندي اكمل لا عطنا تعال والله ما عندي اكمل يا ولد والله نسيتها سجلتها انا عطنا قصيده عطنا قصيده ثاني القصيده ايش يقول يقول علي يقول يا طويل العمر السلامة البارحة سيرت فكري وسارة واخذت مع غبات الافكار شوطين واخترت لي قافا صعيب المسارة وقصيت ودك بها بين قوسين وبنات فكري في لزومي التبارة والله لا تطوع عاصي الفكرة ويلين ما شفت في شيء بالليالي وقار غير الهموم اللي كما حد سكين وراعي الرداء عن النظر ما توارى ما يدري ساس الجوارح هي العين بعض البشر همهم غازي العذارة ما يدري انه دين يسدد الدين وبعض العرب تن فقير النصارى لا بعض العرب تن فقير النصارى لا كاس من دنيا ولا كاس من دين طيب صح لسانك صح البنك يلا يا عيال باقي 20 دقيقة معكم 20 دقيقة اتوقع يعني انها كافية وشافية يعني انكم تخلصون نعم صحيح واهتموا لي في النظافة يا اخوان نظافة زلام انا لكم من الناصحين اذكر والله احنا طبعا يعني صراحه يعني الاشخاص هذول انا وجدت احتراف في الطبخ حقيقه يعني يعني بندر يستعمل الطاوه اللحم المفروم صراحه ابتكار جميل جدا وصار النظافه في الحياه ها ان شاء الله نجرب ان شاء الله ما نستسلم فريق احنا الافاء بندر ترى بندر غال هذا عادي تجي من برا وتشتغل عادي اجي من برا ما فيها خصم لا بسم الله يا سلام لا اله الا الله لا اله الا الله بغى يشب فينا لا استاذ شو قاعد الحمد لله على السلامه الحمد لله على سلامتك هذا السلامه هذا قدرنا خلها اطالبك خلها كم الساعة كم بالله يا ابو متعب كم دقائق الباقية؟ باقي تقريبا 18 دقيقة حلوة 18 دقيقة قول قصيدة فيها تعال ودك تشوف تشيك على ذي يا ابو بندر وش يقول؟ في شيء امور تمام انا طيب عندك قصيدة محمد اتوقع نعم. ذائقتك الشعرية تعجبني جدا نعم. نعم. تعال لي هنا طيب اعطيني قصيدة تعال هنا يا بحر جدا على السلامة يا ابو بندر على السلامة الله شرف تطبخ القصيدة ولا السيرة؟ ايه ها؟ خلاص جاي بحر شو؟ بسم الله لا بسم الله عليك ان شاء الله شو يقول؟ لا يقول هذه القصيدة بندر بن ترك الدين نعم استاهل يقول عيني اللي من البارح وماها صبيت ايه وما فيه شبر من الدنيا تشوصه خلي إلي من ضيقة الصدر ضيقت المكان الرحيل يشيل نفسي من البارح ازعلي كني وانا بين الرفيعة كني وانا بين قرية والرفيعة غريب ما كان ذولا بني عمي وذولا أهلي من عين الشمعة اللي نورت في شعيب ومن عين النجمة اللي نورها من جلي يفوح صدري عليها فوح صفرا ربيب زادوا حطابها وماها ينتذر ويغالي يا غايبة عاشقك يقتله وقت المغيب وعدايته مع مغيب الشمس للمعتلي ويبكيه جلد الحوار وخيزران وسبيب وصوت اللعب في فواد بالغلاء يبكيه جلد الحوار وخيزران وسبيب وصوت اللعب في فواد بالغلاء ممتلي وشلون انقل فؤادي من حبيب الحبيب وانا المنازل عجزت الف سوى الاولي كملي وانا ابعد واسافر عن بلادي واغيب واشوف كل الوجيه ومال وجهك حلي المترف الفارق اللي من ردات النصيب ما عاد اناله واناله بس ما هو الي الي كنز من حالف المجروح ما الطيب يحط دونك تقاليد وظروفه ولي ويضحك علي ضحكه الواثق على المستريب ويفرح علي فرحه الشامت على المبتلي مرات اقول اني المخطي لو اني مصيب ومرات ما اطيق ذعذاع النسايم علي ايه ويمضي بالعمر ما ادري باخره وش يجيب لكن عسى الله يزيني يتي واعملي واقول يا لحيتي لو بان في سلم شيب ماني بشايب لكن زل وقت جهلي طيب طيب صح لسانك انا صفق القصيده هذه لاني احترم رايها
الله يجزاك صح جدًا. خلاص رفيز صار عليه. بندر بندر مرة متحمس. متحمس جدًا. بندر عادي منه يروح منه يرجع منه. بس بندر ما راح تفوز. حماسك راح يروح. رجع له الله خير. هباء منثور. تعال خلوه تنافس. أنا ميعلي. خلوه تنافس. ميعلي. نعم منعم فيك وفي علي. نعم شو الله بسعادة. ويني على النوم. علي وش علي وش باقي لكم على طبخكم؟ ها؟ زين زين. خلص 5 دقائق ان شاء الله يجي. 5 دقائق يعني عندكم تنظفون ويمديكم ان شاء الله. ايه طيبه. علي قصيدة. علي علمت العيال بها قبل شوي. اسلم. علي طول عمر السلامة. دقيقة. جبون الشاعر الكبير شاعر الذنوب محمد بن ثايب الله يشفيه الله يشفيه معروف دعواتكم له بالشفاء الله يشفيه ان شاء الله من التعب الصحة والعافية وش يقول ابن ثايب؟ جاه ولد اخته وقال تكفى يا خا انا اخوي مسجون واراد من الله الله ثم انت فكتب الولد قصيدة ورد عليه خاله وقال يا خاله انا جيت يا لا 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 لي يا لا 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 لا, لا يا لا 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 لي يا لا 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 يا خال أنا جيتك مسير وضيف في كل هقاويه في من فوق هيف وخوي داخل دائرة للتهم صكوا عليهم لقفين الحلم طيب. ما تسند الشكوى على غير جيد بزعلنا يا عزوتي يا عزاي طيب. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا بزعلنا يا عزوتي يا عزاي رد عليه خاله وقال يا خيال الهدرة وانا ابو منيف ايف ابشر بعزك خابت امر الضيف واخوك لو حل ولا حرام ما هو بخارج دائرة الاهتمام كان ما نوحت سيد بسيد وجاء سود بوجهي واستقم في عزاي يا لا 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 يا لا 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 سود بوجهي واستقم في عزاي الله يجيك صح لسانك بدك يا حبيبي صح لسانك صح بدك صح بدك الله يطول عمرك جميل اليوم اكتشفنا ذائقة شعرية واكتشفنا منشد طبعا محمد منشد يعني انا من عرفته منشد متألق معروف يعني الله عليه لا تمس صدرك لا تمس صدرك تطير في الهواء انا قاعد الحين اقول الله يعني والله يعني منشد وصاحب ذائقة شعرية يا اخواننا ذائقة شعرية جبارة عطنا عطنا جايبك دفتر يعني عطنا عطنا تغريدة من التغريدات اللي انت تحفظها شوف هذا يقول بندر بندر من تركي انت انا من هذا المكان انا اعلن مو اعلن اصرح اني معجب في جميع قصايده بندر بندر كدويش هذا يقول انا بالرياض العاصمه لي 8 ايام ولا ادري وش الله قاسم لي من الخيره ايره تضيق الرياض وكبرها والطريق العام يضيق وضيق صدورنا ويلا ايه الضيق وضيق صدورنا من مشاويره وجودي لو اني تابع لوحة الدمام ومفرق رماح ودير تندونها ديرة سلامي عليها كل مهبة الأنسام ومميلة غصن تغنية عصافيرها شقول سلامي عليها كل مهبة الأنسام ومميلة غصن تغنية عصافيرها ما زلت بدوي لو عطوها اليمن والشام ما تسوى بعين سجته مع مغاتيره لو أني هنا وهناك ما لي سوى الأحلام ونور حجبه الغيم وبعد تباشيره يا غياب وضلوعي عليكم غدا نحطام متى ترجعون من الجفا طالت السيرة يا غياب راح العمر والعام عقب العام وانا الغارق اللي ما سعفنه تدابيره وانا اللي وقف وسط الحرم والعباد صيام ودعا دعوتين الأولى مثل الأخيرة وانا اللي رهم بس مات عمره العشر أرقام وزول عجيب ومفرع ما تبيه غيره مماتي من اللوعات والبعد والإسقام ما يشبه مماتي بين عنقه
وزريرة عسى المقبلات رحمنا والسعد قدام إذا ما هو قدامنا يلا هالخيرة. طيب صح لسانك صح لسانكم لم قدرنا يا كلام هاي ذا العيب. أنا داري إن عندي سنافي. أنا احتريت من كشتكم هذه. لا عليك يلا حر أني أوطي الكاب دقم كيفات اربط الضيف قهوة الفرس اسلم. ما عندنا السؤال هذا فريق علي وكان سوى مقابلة بعد طفق غاز أنت بشكل الوقت عندكم مستنين في الوقت حلو عايش. حلو أنا أعطيتكم يعني 11 دقيقة باقي 11 دقيقة 10 دقائق لا 10 دقائق إن شاء الله إنه على آخر دقيقة إن شاء الله إنه تسعفكم وتخلصون. أوه هذه علي وش هذه؟ علي حركتك هذه وش تعني؟ ايش السبب؟ غالي ولا لا؟ تشوف ان الماء نشف ولا ولا مو؟ صوت ليه ما عندهم حل مثلهم يا علي انت واضح ان عندك خبره في الاكل اللهم او الطبخ حركتك هذه حركتك هذه انا طبخت الذبايح وانا في سادس في الدائره اي نعم في سادس في الدائره وانا اطبخ ذبايح الحين اطبخ لك صواني حلا صواني مكان لو سمحت ايه اطبخ لك جميع الصواني حلا بغيت مكرونه بشاميل بغيت جميع الصواني اطبخ لك الذبايح اطبخ لك الكبسات اطبخ لك اللي تبغى طاير اكلات يعني الجنوب انت تحب الشيء ذا يعني انا هوايتي الطبخ تنافسني على عريكه اليوم ها اليوم تحداك يلا اليوم يلا روح على الصداق اي روح على الصداق روح وري روح يلا نشوف موعدنا الساعة كم؟ اللي تبغاه إن شاء الله الساعة 9:30 أبد الساعة 9:30 خلوكم حولنا تحدي بيني وبينك تحدي تحدي يلا والتحدي يبي شجعان شجعان روح كم باقي دقايق؟ إيه ها خلصتوا؟ الحمد لله الحمد لله أوه لا في 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 تسارع جميل محمد يهتم في النظافة نعم من يوم يوم نظيف أفلقني أفلقني أنا شكل أنا شكل طبخكم ما بجايزي خليني أكل تمرة بس مكان تسمع حس انا اوريك تقريبا كم باقي وقت كنترول وضح لي وقت باقي 7 دقائق اتوقع انها كفيله بانكم تخلصون ملح ملح وين الملح الله يسلمك ملح الشباب بندر 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 اللي عنده عالي شوي مع الطبخ الله يهديك راح نقيم راح نشوف ما يمشي فريق علي وكان قاعد يستفز بندر ومحمد انطع دروسكم طبعا محمد ما يتفاهم يعني انسان يعني كذا مخلوق انه ما يتفاهم يعني بالتحدث إيه انا عارف انا مزهد عارف عارف شخصيا الله يصلحه عش بندر عش انتم تغنون وخلصوا خلصوا خلصوا ترى خلصوا خلوكم غنوا غنوا ما في بقيم 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 واضح عليان يوم جانا المره الاولى يقولون عادي قدر لا ما تغسلون لا هذا عادي يقول ما تغسلون عادي لا القدر يدخل يقول عادي ما تغسلون لا القدر لا ما له دخل لانه يبغى له انا اتكلم لك عن طاوله الصحون والطاوله المجلى الطاوله ذيك بس لحقت عليك على اخر لحظه يا الحبيب كم باقي وقت
اتوقع ان دخلنا حاجز الخمس دقائق. ايه ده الو الو الو، معك مزيون الفريج. جميل. يا علي سلام. عندي مالك شفت، عندي مالك الوقت يا مصطفى. ولا بندر علي ضحكت؟ اتوقع انك ندمت ولا ما ندمت؟ على خطي ساموده. طيب واحد منكم ينظف، واحد يغرب عشان الوقت. خلينا نشوف بندر هنا مسوي لنا قنابل. لا بندر حطوا الطبق هنا. طبق يا رجل لين؟ هاي بعد روح يخلص الوقت ونشوف. سيف ابو سيف خلص ابو سيف. ما استحي. لا يتغسل؟ ما افهم. لا قدر الضغط. ما نغسل، خليك كذي. ما نغسل مره. لا الله. طبعا المقدم كل شيء يعني ان شاء الله 100%. يعني معلش ما فهمت. راح اقيم التقييم ان شاء الله انه يكون 100% من الذمه باذن الله. اكيد اكيد اكيد. ما يحتاج توصي. اكيد اكيد اكيد. ايه علشان لو كان مثلا في خطا عندي ولا شيء اقدر استفيد من الخطا. تقول لي والله مثلا الرز ما نجح او اللحم. اول خطا الملح ما حتى تغطس او اي شيء. هو التقييم بيكون عنده. شوف لو في شيء انا مقصر فيه انا ابغى استفيد من الخطا. احنا ما ادور النجاح، ادور الخطا اللي يجيب النجاح. صرح يا علي علي صرح يا راعي. ايوه خلينا نشوف. طب خلي يا ولد بشرب فنجانكم. ايه خلا مشروب فنجانكم وذاك باردة. ايش في هذا؟ علي نقيم بسرعه قبل لا اخلص الغداء، ترى ترجع من النوم جوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ستوب. كان شيل الغطاء ورتب الطاوله. لا لا تاكل، لا تاكل، لا تاكل، لا تاكل. اطيك ما تخرب. في اخر ركعه تكفى.